كلام بالادب يخش عقول الناس وعز الجلال كله. اهم شيء الادب، اصل الادب ينعاز ويعز صاحب وقت اللزوم. يسمع ساب المحطه الفلسطينيه هشام عباس بالصبح عشان اهم شيء الادب. شاركنا على المسرح النجم هشام عباس بالاشتراك مع النجم محمد ايمن. النجم هشام عباس نجم كريم يا تركي. احلى اتش حبيب لا يا شغال ما يخلص يا الو يا عم يا اللي تقول كلام لا 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 لازم ترمي اساس في الحياه مش من كلام الحياه فن وعلام بس مش كل العلام اتعلم اوام الايه وتقول كلام بالادب وتقول كلام بالادب اصل الادب ينعاز وعز الجلال كله. يا صاحبي اهم شيء الادب، اصل الادب ينعاز ويعز صاحب وقت اللزوم ينعاز. اوعك يا شاطر تقول انا شاطر على الاستاذ ناقص وطبعك رزل وما بتحترمش الناس. لو يوم عطاك ربنا تتنطط كمان نس ناس. لو كان ناقصك ادب انا راح اعلمك الادب، اصل اللي ما عندوش ادب يكرهوه الناس. يعني يا ليلي يا لو جبنا سيرة الجدعنة اسمك لازم يتقال صاحبي اللي بينا افتخر من يوم ما كنا عيال. ما مال ايام تتعبوا عمره ما بص شمال فيش الدرار والدنيا مهما اديته ما يغيروش المال. لا عمره من مش تافه ولا عمر قلبه ما شاء تشرف اي حد عشان راجل بجد. لو وسط الارض الصدع ربنا الكبرى تتكبر باللي منك مقدرش استغنى عنك جدع من صغر سنك اللي بيحب صاحبي سمعنا السفر بحبك يا صاحبي وانا لسه بحبك وانا مسمود عليك اخويا حبيبي ارجع طبيبي وانا لسه بحبك وانا مسنود عليك يا حبيبي ارجع طبيبي حلوه حياتي.
مسنود عليه اخويا الحبيب اوجع طبيبي حلو حياتي بيه تموت مجيلا عن العمير على قد جسد جسد انت حتى في اي حته Salah.